هي بتنقسم لقسمين، حلو، مقادير البسكوت ومقادير الميرانج او الكريمه البيضاء اللي بنحطها فوق البسكوت. جميل. فللبسكوت رح نستعمل الزبده، الطحين، سكر البودره، والنشا، وصفار البيض، وشويه فانيلا. حلو. وللكريمه عندنا سكر وبياض البيض، كريم اوف تارتر، والجوز الهند الملون طبعا. اوكي. حيكون الزينه بالاخير. جميل. وفي مكون حنضيفه على عجينه البسكوت رح يعطينا قوام ناعم وبدوب كثير بتم، وقوام مميز كثير. حتحزر شو هو؟ رح نضيف اكيد جبنه المراعي اللي محضره من حليب بقار طازجه. حيعطينا قوام رائع وهش للبسكوت، وحتلبق كثير مع الكريمه الناعمه اللي حنحضر. اول شيء البسكوت. اوكي. حنبدا بنضيف الجبنه. اوكي. وبعدين حنحط عليها كم حبة تبغين؟ ناخذ 4 حبات من الجبنة. وحنضيف على الجبنة الزبدة ونعملهم كريمينج مع بعض لحتى يصيروا ناعمين تماما. فالآن أضفنا 4 مكعبات صح. من جبنة المراعي. صح. ونضيف عليها زبدة. نضيف عليها الزبدة. رح نعطيها خلطة ونكمل باقي المكونات. نقدر نزيد شوية فانيلا. جميل. وحبتين صفار بيض. صفار بيض صح. رح نخفقهم كمان لحتى تندمج المكونات مع بعض. رح نزيد السكر البودرة ورح نكمل خلط لتصير عندنا برضو كمان كريمي. فالآن بنضيف عليها الدقيق، الطحين. هلأ صارت كريمية ومتجانسة. هلأ بنزيد عليها الطحين المنخل والنشا. ننزل النشا كمان. خد العروس هذه عادة تكون يعني للمناسبات ولا؟ خد العروس والله هو حلا شعبي كثير وموجود بالدكان. جميل. فالآن أضفنا النشا وأضفنا الطحين. طحين. رح نكمل عملية الخلط. بدي أحط أي شيء حلا، دائما رشة الملح بتعدل النكهات. وكمان كثير ناس تخاف من الملح بالحلا، الملح ترى حالي مالح أي شيء، هو اللي يعزز النكهة. آخذ معلقة بليز صغيرة. أيوة. نحط شوية بيكنج باودر كمان بتعطينا هشاشة للبسكوت. حلو. رح نحركهم مع بعض. نحن هلأ بس شوي وبنقدر كمان نكمل جمعها بالإيد. جميل. طبعاً هاي النوع من العجائن والبسكوت لازم يتبرد قبل ما نشتغل فيه، ما حنقدر نشتغل فيه هيك. حلو. فمنغلفه بورق بلاستيك أو الكلين فيلم ومنحطه بالثلاجة أو بالبراد. جميل. يعني ربع ساعة أو أكثر شوي لحتى هيك ترجع تتماسك معنا ونقدر نشتغل. نفرد العجينة بين طبقتين من الزبدة لحتى ما تغلبنا إنه إحنا عم نفردها وتلزق. فحنستعمل ورق الزبدة. حلو. نحط طبقة كمية من العجينة. شايفين كيف متماسكة وما بتلزق هيك؟ يعني العجينة بيرفكت ممتازة. رح نحطها بين ورقتين من الزبدة ونفردها بسماكة تقريبا هيك 1/2 إنش. طبعا ورق الزبدة حيسهل علينا انه نتحكم فيها. وطبعا كل المخبوزات لازم تكون محملين الفرن قبل بوقت على حرارة 170. فما هي حرارة مرة عالية. مش حرارة عالية. وبعدين نستخدم أي شيء عندنا في البيت عشان صح القطعات. لو ما عندنا قطعات فأي شيء بنقدر نقطع فيه رح نستعمل. احنا هذا الكوب هنقلهم على الفرن اللي احنا شغلينه اوريدي من الأول. هنا ناخذ طبعا أي شيء زايد ارجع كوره ورق الزبدة افردها وسوي دوائر نفس الشيء. طبعا بنحطها في صينية نظبط شكلها شوي، هي لسه شوي طرية العجينة، ممكن إذا حسيناها شوي بتغلبنا نرجع ندخلها الثلاجة أو البراد. ومحضرين مجموعة هاي حتدخل على الفرن. أوكي. حيطلع معنا بهذا الشكل. طبعا حنا برضو لأننا مجهزين الكمية مجهزين كميات لحتى يطلع عنا بهذا الشكل الأشقر والمحمص. طبعا لازم الطبق ما توصل قاعدته للمي. حلو. وبس على البخار. جميل. حنزيد بياض البيض. ومهم ان الطبق يكون سميك عشان ما يتحمل الحراره. يتحمل الحراره ويوزع الحراره ممتاز وما ينطبخ البيض معك. صح. المرانج هو كريمه مخفوقه لكن متسويه ببياض بيض، بدل ما نستخدم كريمه خفق على طول، لا نستخدم هنا بياض البيض، وفي منها اللي هو السويسريه. صح. والايطاليه والفرنسيه. صحيح. 100%. صح. احنا هون مستعملين السويسريه. تمام. هذا التكنيك اللي هو على حمام مائي بنطبخ بياض البيض بنعرضه للحراره. منه بيساعد انه السكر يذوب الحبيبات. حلو. ومنه انه بيتعقم البيض وبنقدر نتناوله بامان لانه ما بترجع تنطبخ او بتفوت على الفرن بعد هيك. جميل. فهاي المرحله بنحاول انه نوصل نرفع درجه حراره بياض البيض مع التحريك البسيط، ما بنخفق كثير، بس يصير هيك فروث
دافي وعامل زي رغوه بسيطه. حلو. ونتاكد اهم شيء انه السكر داب، لانه اذا خفقنا الميرانج والسكر مش دايب حيبين عنا حبيبات مش لطيفه. جميل. وتقرش بس تحت السن. خلص انا شايفه انه تمام. بس الان ضفنا البياض، حنحط كريم التارتر. حلو. اللي حكينا عنه مهم، كنا نستبدله. يعني احنا هون مستعملين حبتين من بياض البيض، فهي نص معلقه شاي كريم التارتر، والفانيلا للنكهه. جميل. اوكي. ورشة الملح رح نخفق لمدة 10 دقائق لربع ساعة مستمر على سرعة عالية جداً لحتى تتكون عنا هاي الكريمة اللي زي الغيوم. هناخد الكريمة وندخلها على البايبينج باج. فالحين رح نضيف الكريمة اللي سويناها والمرانج على كيس الخبازين. يلا. رح نبدأ نحط الكريمة على البسكوت. حلو. نحط كمية محترمة يعني من الكريمة ونكتر بهذا الشكل. تشوفون مش الله يعني كيف شايلة نفسها الكريمة. ونمكيج عروستنا. حلو. فهذا جوز الهند ومعاه بس ملونات طعام.